أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل. انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا الرابع وهو شوط خاص بالحجاج الجعدان، نتمنى التوفيق للجميع. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة ورهنين اندفاع التلقائي والتحديات الحاضرة في هذا الانطلاق. ولكن مكلف اللي قاد المجموعة محمد بن سالم اليديلي ياتي بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع. برهان مع المركز الثاني بالشعار محفوظ بخميس الينيبي، المركز الثالث مداوي لعبد الله بن محمد بن غيميل العمري، المركز الرابع يصل جياش لمسري بن سالم بالعرطي الحميري، ولكن اللي وصل واللي تسلل ايضا الاصمعي لمحمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي. خامس الانطلاقات، خامس التحديات مدلل لهلال بن سهيل بن عبيد المزروعي. المركز السادس نتابع مشتاق لهويد بن عبد الله بن محمد اللي يحافي. سابع الانطلاقات يصل الدالوب لمحمد بن عبد الله بن غصاب الهاجري. ثامن الانطلاقات تحديات الناير لسعيد بن فايل بن حمد الزرعي. ومع المركز التاسع تحديات الواضح حمد بن سعيد بن سيف الرميثي. عاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام ياتي اشقر هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة. ولكن نعود مع الصدارة بهذا الانطلاق والاصمع اللي قاد المجموعة، الاصمع اللي انطلق بناموس هذا الشوط محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي. يتقدم ينطلق بتحديات الاصمعي، ولكن هجام، هجام اللي هجم، هجام اللي هجم مع المركز الثاني ياتي بهذا الانطلاق محمد بن احمد بن سالم الوهيب. التحديات ايضا مع مداوي لعبد الله بن محمد بن غيمين العمري. وصل اشقر هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري. وصلت الاسامي والشعارات والتحديات، ولكن نتابع البدايه، نتابع المقدمه. هجام 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 هجم وانتزع ناموس هذا الشوط محمد بن احمد بن سالم الوهيبي. من يقدم، من يقدم هجام اللحظات، اللحظات الأخيرة. ولكن هجام اللي ظفر بناموس هذا الشوط بعد المسافة، بعد المسافة ليهدي السلامات لهالي السلطنة ولمالكة محمد بن أحمد بن سالم الوهيبي. سلام هجام بهذا الأداء المتميز ولحظات الوصول إلى خط النهاية. مداوي مع المركز الثاني، عبد الله بن محمد بن غيمي العمري. أشقر مع المركز الثالث لهزاع بن سعيد بن سالم المنصوري. المركز الرابع جاء ايضا المركز الرابع الاصمعي محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي. المركز الخامس محمد بن سيف العميمي. ايضا هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسه المتقدمه. نعود مع التوقيت الزمني دقيقتين 59 ثانيه وخمس اجزاء من الثانيه هو توقيت هجام. تهانينا لمحمد بن احمد بن سالم الوهيبي والسلامات لاهالي السلطنه. بينما اللي وصل مع المركز الثاني مداوي لعبد الله بن محمد بن دغيميل العمري. 3 دقائق ثانيه واحده وثلاث اجزاء من الثانيه. واللي وصل مع المركز الثالث لحظات الوصول 3 دقائق ثانيتين خمس اجزاء من الثانيه. اشقر لهزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري. واللي وصل مع المركز الرابع جاء ايضا زروال بشعار محمد بن سيف بن عتيج العميمي. يصل مع المركز الرابع وخامس الانطلاقات الاصمعي لمحمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي.